يقول الله سبحانه في الآية 18 من سورة عبسة: من أي شيء خلقه؟ تطرح هذه الآية سؤالا جوهريا في علم الأحياء التطوري، وتشكل محاولاتنا الإجابة عنه جزءا كبيرا من تاريخ العلوم. يمكننا أن نقسم تاريخ علم الأجنة إلى ثلاث مراحل: علم الأجنة الوصفي، علم الأجنة التجريبي، علم الأجنة بعد اختراع المجهر الإلكتروني.